تفضلي. لأنه ما عنده الشجاعة يطلع بابنه وهو لابس هدول التياب، عم يرفض يواجه الخوف جواته. احكي شو بدك؟ الدواء تبعك حطيه هون، مو وقته. شو كمان؟ أنا لازم غير لك على الجرح. مانو ضروري. لا ضروري سيد نارين، الدكتور قال إنه نحن ضروري نغير على الجرح مرتين على الأقل باليوم. إذا ما تركته سمعتي. هيك تغير على الجرح بالوقت المناسب. شكرا. طيب رح خبر المدام سوبريا، رح قلها إنك ما رح تغير على الجرح. ما في داعي نضايق الماما كل الوقت. معك 5 دقائق. من شو هاي الندبة؟ أنا كنت عم ألعب مع البابا ووقتها وقعت. وجعتك كتير ما هيك؟ بس بوقتها بابا خاف أكتر مني بكتير. إيه يا ابني لا تخاف لا تخاف، رح نروح على المشفى. وبعدين؟ بس هيك نمت بعدها، ولما أنا فقت شفته كان قاعد جنبي وماسك لي إيدي. الأمهات بيشبهوا بعضهم، ما بيقدروا يشوفوا أولادهم عم يتوجعوا. كنت عم أحكي عن بابا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.